حوار جنيف بين الأطراف الليبية ينطلق اليوم، فهل هو منعطف جديد في الأزمة الليبية أم مجرد حوار عابر آخر؟ عام على حراك تشرين، ما الذي تغير في لبنان؟ صدام مغربي مصري ناري في نصف نهائي دور أبطال إفريقيا. صباح الخير مشاهدينا من دبي، ننطلق في حلقة جديدة من برنامجنا الصباحي اليوم. الأنظار متوجهة إلى جنيف، حيث تنطلق جولة جديدة من المفاوضات الليبية بحثا عن حلول نهائية تنهي الأزمة بين الفرقاء والتي تشعبت بين مصر والمغرب وألمانيا وجنيف وقريبا تونس، أملا في الوصول لحل نهائي لربما يريح الشارع الليبي الذي يعاني منذ سنوات. إذن يحلم الليبيون مثل اللبنانيين بالأمن والرخاء، ففي الوقت الذي تتعلق فيه أنظار الليبيون بجنيف اليوم، ينتظر اللبنانيون انتهاء المشاورات الحكومية للخلاص من مشاكلهم وحيرتهم. تأتي تلك المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري في ذكرى الاندلاع للحراك الشعبي الذي خرج ضد الحريري نفسه وكل الطبقة الحاكمة في لبنان. وبينما ينتظر الليبيون واللبنانيون حلولا سياسية لاشتباكاتهم الداخلية، فإن المصريين والمغاربة تتعلق أعينهم بنصف نهائي بطولة إفريقيا، حيث المواجهات الساخنة بين فرق الوداد والأهلي والزمالك والرجاء. البداية ستكون من ملف شائك لم ينتهي بعد، بوزنيقة، الغردقة، القاهرة، برلين وأيضا جنيف، وتتشعب الاجتماعات حول الملف الليبي، مباحثات هنا ومفاوضات هناك ووفد ذاهب وآخر قادم، والجديد يعني عقد ملتقى للحوار الليبي مطلع الشهر القادم في تونس. فهل هذه التحركات هي مؤشرات على قرب الحل السياسي أم دليل على عمق التدخلات الدولية؟ على أي حال، تتجه الأنظار اليوم إلى سويسرا، حيث تراهن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على استئناف حوار جنيف بين الليبيين الذين يعني توقف بعد استقالة المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة، والمهم أن يأتي بعد اجتماعات مصر التي بحثت الوضع الأمني والدستور. فهل سيكون حوار اليوم منعطفا جديدا في رحلة الأزمة الليبية أم مجرد حوار عابر؟ حراك سياسي ليبي لافت خلال الفترة الأخيرة، وتيرة الاجتماعات التي انخرط فيها ممثلون عن طرفي الصراع الليبي تسارعت. الأمم المتحدة كانت حاضرة في معظم مباحثات مصر والمغرب وألمانيا، وصولا إلى سويسرا التي من المقرر أن تشهد مؤتمر حوار جنيف اليوم لبحث ملفي تشكيل مجلس رئاسي جديد وكذلك حكومة ليبية مستقلة، علها تكون مخرجا للأزمة المستعصية في البلاد منذ أعوام وتضع حدا للتدخلات الخارجية، وذلك قبيل أيام من الاجتماع العسكري 5+5 المقام في المدينة السويسرية. أيضا مؤتمر جنيف هذا سبقه عدة جولات بين الوفود الليبية، كان آخرها مباحثات القاهرة قبل أيام التي ضمت ممثلين عن مجلسي النواب والدولة في ليبيا، إضافة لأعضاء هيئة الدستور بحثوا خلالها المسار الدستوري وكذلك الاتفاق على الانتهاء من المرحلة الانتقالية والبدء بمرحلة دائمة في ظل أجواء إيجابية وفق مراقبين. كما طرح ملف سيرت وإمكانية تحويلها إلى عاصمة مؤقتة للبلاد حسب ما أشار إليه المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد مسماري. تطورات سبقتها أيضا محادثات الغردقة الأمنية والعسكرية بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق، وانتهت كذلك بعدة توصيات تضمنت الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة والإفراج الفوري عن المحتجزين. محادثات الغردقة تزامنت مع أخرى في بوزنيقة المغربية والتي بحثت معايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية وتوحيد مؤسسات البلاد. إذن هي جملة اجتماعات ومباحثات تدور معظمها حول إيجاد مخرج سياسي ينهي إراقة الدماء في ليبيا ويجمع الفرقاء على طاولة واحدة مجددا كما يرى متابعون، فيما يذهب آخرون بالقول إن تشعب الاجتماعات ما هو إلا دليل على عمق التدخلات الخارجية في البلاد ومحاولة لإرضاء الدول المجاورة وأصحاب النفوذ هناك. The
تفاصيل هذا الموضوع مع ضيفنا من تونس الباحث المتخصص في الشأن الليبي محمد الجارح. مرحبا بك معنا أستاذ محمد. يعني أبدأ معك أنه الأمم المتحدة هي التي رعت معظم الاجتماعات السابقة تقريبا، لكن السؤال هنا لماذا لم تعقد الاجتماعات في مكان واحد مثلها مثل اجتماعات جنيف بشأن الملف السوري مثلا؟ نعم، هو هناك مجموعة من المسارات فيما يتعلق بالملف الليبي، هذه مسارات في واقع الأمر وليست الاجتماعات الأساسية لما يعرف بمنتدى الحوار الليبي. في واقع الأمر منتدى الحوار الليبي سيعقد في تونس يعني بداية الشهر القادم وليس في جنيف، يعني الاجتماع الرئيسي والأساسي سيعقد هنا في تونس في بداية شهر نوفمبر، ولكن هناك مجموعة من المسارات بدأت في أبو زنيقة وهو ما يعرف بمسار المؤسسات، أي اجتماعات ما بين ممثلين من مجلس النواب وممثلين من مجلس الدولة في طبرق وطرابلس. وأيضا كان هناك المسار العسكري الذي بدأ في الغردقة في مصر ولكن سيذهب إلى جنيف فيما يعرف بلجنة 5+5 العسكرية، حيث اتفقوا على بداية هذه الاجتماعات بشكل رسمي. وأيضا هناك مسار آخر ما عرف بالمسار الدستوري والذي حدث منذ أيام في القاهرة ما بين ممثلين عن بعض المؤسسات السياسية والدستورية الليبية، ولكن الاجتماع الأساسي اجتماع المنتدى الليبي الذي من المفترض أن من خلاله يتم اعتماد الاتفاق الليبي الجديد سيكون في تونس وسيبدأ خلال يعني بداية لكن الشهر. لكن أستاذ محمد يعني هي مسارات ومفاوضات كثيرة، لكن يعني ألا تتفق أنه كثرة الطباخين لربما تفسد هذه المفاوضات؟ يعني أليس من الممكن أن تخلق تنافسات بين القوى السياسية وبالتالي إفساد هذه التسوية؟ هي بكل تأكيد تعدد المسارات يعني هي أحد أهم المخاوف أو العراقيل اللي ممكن أنها هي تواجه عمل البعثة الأممية، ولكن ليس ذلك هو التحدي الوحيد. أيضا يعني قدرة البعثة الأممية من ناحية الكادر اللي موجود داخل البعثة الأممية هي أيضا محل شك في قدرتهم على أنهم هم يديروا هذا الملف بالشكل المطلوب، وهو ما يفتح خطر التدخلات الخارجية. يعني مصر تقوم بجهد معين، الجزائر الآن تريد أن تقوم بجهد آخر، فرنسا أيضا مع الجزائر تريد أن تقوم بجهد معين، المغرب، الولايات المتحدة لديها جهد خاص بها أيضا في هذا الاتجاه، موسكو وتركيا لديهم لجنة تنسيق خاصة. فبكل تأكيد هذا كله يضع جهود البعثة الأممية الضعيفة أصلا على المحك في واقع الأمر. ولكن هناك وجهة نظر مغايرة تقول بأن يعني انطلاق كل هذه المسارات هي محاولة لتجميع كل هذه الأطراف الليبية العسكرية والسياسية والمدنية وغيرها. أستاذ محمد، يعني كما ذكرت مصر، نعم، المغرب، ألمانيا وتونس، لكن نتحدث هنا عن حوار جنيف. يعني هل يمكن أن تتعارض مخرجات جنيف مع مخرجات الاجتماعات السابقة حسب رأيك؟ أعتقد أن جنيف اجتماع جنيف هو مخصص للمحادثات العسكرية بالدرجة الأولى، وأيضا اجتماعات ربما تحضيرية لبعض الأمور السياسية الأخرى. يعني فلا أعتقد أن سيكون هناك في واقع الأمر تعارض كبير جدا، لأن الاجتماع الأساسي اللي على بناء أو على بناء نتائج كل هذه الاجتماعات اللي إذا حدث هناك تباين في المواقف، لمن ستكون كلمة الفصل في هذا الخلاف؟ يعني هو أعتقد في نهاية الأمر الأمور ستعود إلى الأطراف المسلحة والفاعلة على الأرض ومن يدعمها إقليميا وخارجيا، هي هذه الأطراف التي ستحدد في واقع الأمر مسار الأحداث. هناك تخوف في أن هناك تباين ما بين المواقف الأطراف العسكرية على الأرض وما بين المواقف أو الجهات السياسية التي تدعي أنها تمثل هذه الأطراف على مائدة الحوار الأساسي أو منتدى الحوار الليبي الذي سينعقد في تونس بداية الشهر القادم. هذه هي المخاوف الحقيقية. هناك مخاوف من تجدد الاشتباكات ربما في محور سرت، نعم، والجفرة، وهذه كلها مخاوف قائمة خصوصا يعني هذه المخاوف. لكن أزمة يعني تمثيل حقيقية في الملف الليبي. نعم، ماذا تتوقع يعني من اجتماع اليوم؟ لا، ما يعني المتوقع من اجتماع اليوم كيف ما ذكرت هو الاتفاق على إعادة عمل لجنة 5+5 العسكرية، التفاهم على مسألة تحويل
يعني الهدنة العسكرية القائمة الآن إلى وقف إطلاق نار حقيقي، فيه اتفاق بمعالم وفيه اتفاق ب يعني بنود واضحة وصريحة قبل اجتماع منتدى الحوار الليبي الذي من المفترض أنه يحدث مع نهاية هذا الشهر وبداية شهر نوفمبر. هذا هو المتوقع، ولكن النتيجة ليست محسومة في هذا الأمر. فهناك تحشيد عسكري كبير جدا يحدث من كافة الأطراف العسكرية على الأرض، وأيضا هناك مازال يعني مستوى عالي جدا من التدخلات الخارجية خصوصا من قبل الأتراك والروس على وجه التحديد. يعني نشكر وجودك معنا الباحث المتخصص في الشأن الليبي محمد الجارح، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، بعد الفاصل، لبنان في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة في ذكرى الحراك الشعبي، ابقوا معنا. بكم من جديد في متابعة لآخر مستجدات الانتخابات الأمريكية التي تنطلق في 3 نوفمبر. هناك مخاوف من ضياع أكثر من 1,000,000 صوت في أفضل الأحوال بحسب رأي المختصين، والسبب هو جائحة كورونا التي قد تدفع إلى التصويت بشكل كبير قبل الموعد أو بالبريد ضمن ما يعرف بتصويت الغائبين عن الموعد الرسمي للانتخاب. فأي الطرفين يستفيد أكثر؟ نتابع. مع اقتراب موعد انتهاء تسجيل الناخبين لموعد نوفمبر القادم، شهدت عدة مناطق محاذية للعاصمة الأمريكية واشنطن ازدحاما كبيرا لمواطنين قدموا للتسجيل والتصويت بشكل مبكر ضمن ما يعرف بانتخاب الغائبين عن الموعد الرسمي في 3 نوفمبر القادم لاختيار رئيس الولايات المتحدة، وكذا أعداد كبيرة من المنتخبين المحليين والفيدراليين. هنا العملية الانتخابية تجري حضوريا وفق إجراءات صحية ووقائية دقيقة بسبب ما يفرضه فيروس كورونا من مخاوف وتحديات ربما لم يحدث أبدا. أن شهدت الولايات المتحدة الأمريكية هذا التصويت الكبير من قبل المواطنين بشكل استباقي، ويعتبر فيروس كورونا السبب الرئيسي والأساسي الذي دفع بالأمريكيين إلى الانتخاب بشكل مبكر مثل ما يحدث في هذا المركز القريب من العاصمة الأمريكية واشنطن. والواقع أنه برغم تأثيرات جائحة كورونا في تراجع اقتصاد الولايات المتحدة، إلا أن الاستطلاعات جميعها لا تعتبرها العامل المؤثر الأول في خيار الناخب الأمريكي. مرة أخرى أؤكد أن الجائحة ليس لها تأثير في الانتخابات. أنصار الرئيس لن يتأثروا في خياراتهم، وسيعتبرون إصابته وشفاءه دليل على القدرة على التغلب على الوضع. أما الديمقراطيون فيقولون أن الوضع جدي بدليل إصابة الرئيس. وفيما تختلف الآراء والتوقعات بشأن مدى تأثير جائحة كورونا في النتائج الانتخابية الختامية في أمريكا، إلا أنهم يتفقون بأن الجائحة تسببت في تصويت أكثر من 15,000,000 شخص بالبريد أو حضوريا ضمن ما يعرف بتصويت الغائبين عن الموعد الرسمي للانتخابات. فأي الطرفين يستفيد أكثر؟ بالنسبة لأنصار الرئيس، مسألة الجائحة لن تهمهم، ولن يتغير شيء بالنسبة لكورونا فيما يتعلق بخيارات الناخبين سواء ضد أو مع الرئيس. لكن المؤكد الآن أن لجوء ملايين الناخبين الأمريكيين إلى التصويت غيابيا أو بالبريد زاد من الضغوط على المؤسسات المكلفة بإدارة الانتخابات في الولايات المتحدة، ما تسبب في حدوث الكثير من الأخطاء سواء المتعلقة بالإجراءات أو التوصيل. خليل بن طويل، الحرة، واشنطن. مشاهدينا، ملفنا لهذه المحطة سيكون عن لبنان. مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لثورة 17 أكتوبر في لبنان، يبدو أن المشهد السياسي سرياليا بامتياز. اللبنانيون الذين هتفوا في الساحات منذ عام بأعلى أصواتهم وبحجم مأساتهم في بلدهم مطالبين باستعادة لبنانهم، يئنون اليوم ويقفون على أطلال بيوتهم وأحبائهم وأحلامهم الصغيرة التي قد لا تتعدى حدود بلد مستقر يؤمن عيشا كريما لأبنائه. صرخاتهم يعني المدوية من العاصمة بيروت والشمال والبقاع والجنوب تأتي ذكراها الأولى على وقع مستجدات سياسية تؤكد مرة أخرى
أن المأزق في لبنان يراوح مكانه. نتابع. من هذه النقطة تحديدا عند جسر رينج انطلقت أولى شرارات انتفاضة 17 من أكتوبر، إذ كان قرار مجلس الوزراء بإقرار رسم 6 دولارات على خدمة الواتساب كافيا ليبادر محمود بالنزول إلى الشارع قبل أن ينضم إليه متظاهرون آخرون انتشروا في الطرقات. بين تشرين وتشرين هنالك ثورة مستمرة، منطفت الثورة، هناك كثير ناس بعدها روح فيهن، هناك أمل فيهن، هذا الأمل ما ممكن يموت. عم نزداد كل يوم بعد يوم قناعة أنه على السلطة أنه يجب أن ترحل. كثيرة هي الشعارات التي رفعت في ساحات الاعتصام وبقيت ألوانا على جدران، ارتفعت الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة عند كل مدخل ومسرب يؤدي إلى مجلس النواب. ناشطون أكدوا أن استخدام القوى الأمنية للقوة المفرطة في قمع المتظاهرين عكس بعض جوانب الفساد المستشري في إدارات الدولة. عم نقول للشعب اللبناني يا بتموت على البطيء يا بتهاجم من هالبلد يا ما بترجع للزبائنية القديمة بتيجي لعند الزعيم لتاخذ علبة الدواء ولا تاخذ ربطة الخبز. هذا اللي نحن عم نجي نحذر العالم منه ونقول لهم اوعوا هلا قبل فوات الأوان. يتهم ناشطون رموز الفساد بأنهم نجحوا في إحداث فجوة كبيرة في جسم الثورة على حد قول بعضهم، إذ كثرت الشعارات وانقسمت مجموعات الحراك على بعضها وتغيرت الأولويات. السلطة والمنظومة الحاكمة اللي هي منظومة فساد وإجرام قدرت بمراحل معينة انه تشتت انظار اللبنانية، فخلقت الازمات الاقتصادية، خلقت الازمات الصحية، خلقت الازمات البيئية، وصار في اهتمامات للناس غير المطالب الاساسية باعادة تكوين السلطة. حكومة الرئيس سعد الحريري استقالت نتيجة ضغط الشارع، وكاد الحراك ان يحقق احد ابرز مطالبه، لكن حكومة الرئيس حسان دياب لم تكن استثناء، اذ تعمقت ازمة البلاد ماليا واقتصاديا، واكتمل مشهد الانهيار بانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، فاختزلت خيارات أغلب المواطنين اللبنانيين بعد عام من الانتفاضة في الهجرة. لحديت هلا ما بعتقد حققت شيء، يعني بعدنا مثل ما نحن، راوح مكانك. إذا ما بيعملوا محكمة عادلة وتحاكم كل اللي نهبوا أموال البلد وكذا ما راح نستفيد شيء ولا راح نشوف بلد. نظام المحاصصة السياسية والطائفية لا يزال يراهن حسب قول ناشطين على حماية مكاسبه، ويقول هؤلاء إن إحداث تغيير جذري في منظومة متهمة بالفساد منذ أكثر من 30 عاما لا يمكن أن يتحقق خلال سنة واحدة. عام على انتفاضة 17 من أكتوبر تراكمت خلالها كل أنواع الأزمات وتركت ندوبها على وجه هذه الانتفاضة. ناشطو الحراك يعتبرون أن روحية الانتفاضة لا زالت قائمة وأن المقبل من الأيام سيحمل المزيد من التحركات. سحر أرناؤوط، الحرة، بيروت. نقف أكثر على المشهد اللبناني، وينضم إلينا من بيروت الصحفي والناشط في الحراك الشعبي فراس بوحطوم. مرحبا بك معنا أستاذ فراس. يعني في ذكرى اندلاع الحراك يعود سعد الحرير المستقيل على وقع احتجاجات الشارع ليتولى تشكيل حكومة جديدة، وكما تابعنا بالتقرير البعض يرى وكأنه شيئا لم يحدث. ما الذي يحدث حسب رأيك؟ صباح الخير. أول صباح النور. اوكي، بدي اقول لك شيء، انه الثوره بطلت مفهوم انه تحرك بس على الارض. ما بنختصر الثوره بالتحركات الشعبيه اللي قدرت السلطه السياسيه اللي هن ميليشيات السلطه السياسيه تقمع هذه الثوره، وكنا عم نشوف يعني اطلاق النار مباشر على المواطنين، استلاع عيونهم، بتر اطراف من اجسادهم. للأسف السلطة في لبنان مكشوفة صارت للعالم كله قدي هي سلطة فاسدة، لكن المؤسف أكثر هي السلطة القضائية المتواطئة مع السلطة السياسية. نحن كمجموعات بالثورة وبالحراك من 2015 كنا متقدمين بمئات الإخبارات عن ملفات فساد وموثقة ونقدمها للقضاء، للأسف بتنام بالجوارير. لذلك كنا دائماً عم نطالب مجتمع الدولي كله يوقف مع الشعب اللبناني. بالمقابل عم نشوف إنه كان مبادرة ماكرون لإعادة إحياء هذه السلطة. يعني كان بعض المواطنين، يعني المواطنين بلبنان عم بيعلقوا أمال على مبادرة ماكرون. للأسف تبين لنا إنه مبادرة ماكرون لإعادة إحياء لهذه السلطة أو إعادة أعطاء أمل لهذه السلطة لترجع
بتتمرس. طيب أستاذ فراس، يعني نعم. البعض رأى أنه تنحي سعد الحريري عن رئاسة الحكومة كان إنجاز للحراك الشعب اللبناني، لكن يعني في هذا الوقت هنالك البعض ممن يرضى باختيار الحريري من جديد، يعني كيف، يعني كيف بتقرأ هذا أبداً. الموضوع؟ أبداً سعد الحريري، نحن شعار الثورة كلهم، يعني كلهم سعد الحريري بنفسه عارف أنه هو مرفوض من الناس، وعلى فكرة هني خايفين من الناس لدرجة أنه رافضين حتى فكرة انتخابات مالية مبكرة. تعرفي قبل شوية كنت عم تحكوا على الأسوار اللي عملوها على المجلس الشعبي، هذا دليل شو؟ طوقين القصر الحكومي، دليل خوف من الناس، سلطة من عزل كليا عن الناس وعن أوجاعها وعن طموحها، دمرون، تم نهب الناس، سرقوا الناس، فقروا الناس، يعني جوعوا الناس، وبعضهم مستمرين هم يعني بعالم آخر، عايشين بعالم آخر. مفتي سعد الحريري هلا إنه هو يعني قادر يتبنى مبادرة فرنسية، يعتبر حاله إنه أم الصبي وخلص، الناس لازم ترضخ. أبدا مرفوض. طيب يعني الثورة أنت ما بتشوف إنه من الإبل الأطراف السياسية يلي هو متحاصص معه، يعني شفنا امبارح جبران باسيل عم يرفض يلي هو شريكه بالفساد رافضه كمان، شفنا عدة أطراف سياسية من نفس الطبقة السياسية الفائزة عم ترفض حتى تكليس سعد الحريري، وتم تأجيل يعني أجله هلأ المشاورات النيابية. طيب أستاذ فراس، يعني المبادرة الفرنسية لم تنجح وحكومة مصطفى أديب لم تكتمل، فلربما يعني الطرق تؤدي إلى سعد الحريري، وأنت يعني وأنت أجبت إنه لا، يعني الشعار الرئيسي للبنان كلهم يعني كلهم، لكن السؤال هنا إنه لم يستطع اللبنانيون يعني تحقيق المطالب خلال عام، يعني أين المشكلة حسب رأيك؟ المشكلة أنا بدي ذكرك بشغلة، أول زيارة ماكرون للبنان، ثاني يوم الزيارة طلعت السفيرة الأمريكية قالت لا يعنينا ما يقوم به ماكرون. هيدا التباش حتى الدولي على المصالح الدول، كان بلبنان أو بسوريا أو بالعراق أو بكل الدول اللي فيها حروب حاليا أو اللي فيها مشاكل، كان على مصر أو على عدة مشاكل. يعني بدي أقول لك شيء، بلبنان الشعب اللبناني ما بتنكسر إرادته، وهم خايفين الشعب. أي انتخابات نيابية مبكرة ستطيح بهذه السلطة كلها. سعد الحريري بعده مستوهم أنه قادر يعيد إنتاج نفسه، وهذا الشيء الثورة بكل أطيافة رافضته، ودائما نحن بنقول كلهم يعني كلهم، ما نستثني حدا منهم. طيب يعني هذا الموضوع ما بيعني أنه هناك غياب لقيادة موحدة وعدم تبلور برنامج تغييري اللي تم الهتف به من قبل الشارع وما في بديل، يعني ألا تعتقد أنه المطلوب من الحراك اليوم يعني المزيد من الوضوح بالأولويات؟ وبشكل سريع أستاذ فراس، نحن قعدنا تقييم المراحل كلها وحكينا مع كل المجموعات أنه صرنا بمحل يجب إنتاج مطبخ سياسي لهذه الثورة، على القليل مجلس سياسي يقدر يقدم بديل، لكن نحن ما فينا نقدم قائد لهذه الثورة، لأن معروف السلطة السياسية عم تستفرد فينا كناشطين وكصحفيين، فكيف لا تقدمي لرأس لهذه الثورة؟ فوراً حتنقض عليه، لكن نحن عم نطرح نحن تشكيل مجلس سياسي لهذه الثورة يقدم المشروع السياسي للثورة، وتتفق عليه كل المجموعات يعني، ونقدم مشروع سياسي بديل. وفينا كمان عرض علينا حتى من أطراف لبنانية عايشين بالخارج، ولينا بتعملوا حكومة انتقالية، انتوا كثورة عملوا حكومة انتقالية مثل ما صار بليبيا واعترف فيها الأمم المتحدة. لكن برجع بقول لك، أزمة كورونا، الأزمة الاقتصادية بلبنان، عدة عوامل عم تضاعف الشارع، لأن صار اللبناني يعني المواطن اللبناني. نعم أستاذ فراس، انتهى الوقت، يعني نشكر وجودك معنا، صحفي والناشط في الحراك الشعبي فراس بو حطوم، شكرا جزيلا لك.
يعني كما رأى الحراك الشعبي الأسباب لعدم اكتمال الثورة والحراك اللبناني، لكن تحريك الملف الحكومي يرى فيه مراقبون دفعا لإنقاذ الانهيار المالي وأمل في فتح الباب أمام وصول الدعم الخارجي الذي كان لتأخيره تداعيات سلبية على مختلف القطاعات الإنتاجية. نتابع. أحمد من الذين صرفوا من العمل بسبب تفاقم الأزمة المالية في لبنان، حيث اضطرت مؤسسات عدة إلى هذا الخيار تخفيفا لخسائرها، في حين لجأت أخرى إلى الإقفال. مستقبل أولادك، حلم أولادك اللي كنت أنت مأمنه، ديمومة العمل اللي كانت إلك، فجأة من الآية طب يعطوك تعويض بظروف يعني اقتصادية ما إله قيمة، ما بيكفيك لسنة يعني إذا بدك تعلم أولادك أو شيء. العديد من العمال يعانون من الحال ذاتها، ما ينذر بكارثة اجتماعية، خاصة أن أرقام المصروفين قاربت 100,000 حسب معنيين. ونحن تجاوزنا فينا نقول 100,000 عامل مصروف، وبالتالي هاي بحجم بدل قديش حجم الشغلات. يعني اليوم هود الناس ما عاد عندهم ضمان، ما عاد عندهم تقاعد، ما عاد عندهم ديمومة عمل، ما عاد عنده سبل عيش ثابتة. يشدد خبراء على أن تأخر وصول الدعم المالي الخارجي إلى لبنان يساهم في تفاقم الانهيار الذي تبرز تداعياته السلبية على أكثر من قطاع إنتاجي. في ارتفاع بنسبة البطالة اللي تجاوزت 35%، وفي حال استمرار الوضع كما هو في الأشهر القادمة قد تصل إلى 65%. البطالة تعني ارتفاع في نسبة الفقر اللي وصلت إلى 55%، 25% منهم دون خط الفقر. عم تحكي عن إقفال المزيد والمزيد من المؤسسات. اليوم عم نحكي عن حوالي 20,000 مؤسسة بين صغيرة وكبيرة ومتوسطة، وبالتالي استمرار الوضع رح يؤدي إلى مزيد من إقفال هاي المؤسسات، خاصة بالقطاع الفندقي بمجال البناء وبمجال الخدمات. إزاء هذا الواقع، يرى مراقبون أن تحريك الملف الحكومي ربما يعطي دفعا للجهود الآيلة إلى الحد من هذه الأزمات وفتح الباب مجددا أمام وصول المساعدات. هذا فعلا سيؤثر على الواقع الاقتصادي عموما، ولا سيما على مستوى سعر صرف الليرة. نحن نعلم أن البلاد بحاجة إلى أي نفحة من الثقة، وهذه نفحة يمكن الركون إليها. خبراء يعتبرون أن الخروج من هذا النفق يكمن في وضع خطة مالية وإصلاحية واضحة تنفذها حكومة من الكفاءات والاختصاصيين. حسب متابعين، كلما تأخرت الإصلاحات المالية والسياسية كلما تسارعت خطوات الانهيار، مع ما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على الاستقرار الأمني والاجتماعي في البلد. ويليام عزام، الحرة، بيروت. مشاهدينا، يبدو أن سعد الحريري رئيس الحكومة المستقيل منذ عام على خلفية احتجاجات الشارع اللبناني، وبعد أن أكد حينها أنه لن يكون مرشحا لأي حكومة قادمة، يبدو أن كل الطرق تؤدي إليه مرة أخرى. فالمبادرة الفرنسية لم تنجح، وحكومة مصطفى أديب لم تكتمل، ولكن مبادرة الحريري الجديدة لتشكيل الحكومة قد تلاقي هي أيضا مصير سابقاتها، في الوقت الذي يدخل فيه لبنان مسارا تفاوضيا طويلا وشاق حول حدوده البحرية والبرية مع إسرائيل. يغرق اللبنانيون أكثر فأكثر في مأساة دولارهم ومعيشتهم المتعثرة جدا، بينما تطل ذكرى الثورة حاملة معها ما أنجزته وما لم تنجزه وما أخفقت فيه وما كان ينقصها. ينضم إلينا من بيروت الخبير في الشؤون السياسية العامة الأستاذ زياد الصائغ. مرحبا بك معنا أستاذ زياد. يعني كما تابعنا في التقرير، يعني الحديث عن الأزمة المالية، الحديث عن سيناريو لعودة سعد الحريري ومبادرته بعد فشل المبادرة الفرنسية، لكن كيف ترى المشهد الآن بعد عام من الحراك وقد جرت في نهر الأزمة اللبنانية الكثير من المياه؟ صباح الخير. بداية سيدتي، الثورة في لبنان، ثورة 17-20، تمكنت من تعرية المنظومة السياسية بالكامل من شرعيتها التمثيلية. هذه المنظومة السياسية الحاكمة ما زالت قائمة في السلطة انطلاقا من شرعية تدعي أنها دستورية. بهذا المعنى هي تحاول الآن إعادة إنتاج نفسها، وقد حاول الرئيس سعد الحريري أن يقدم مبادرة مناقضة لما قاله منذ أسبوع عندما اعتبر أنه غير مرشح لرئاسة
الحكومة، التحالفات ما بين المنظومة السياسية حتى على مستوى التناقضات فيما بينها تؤكد عمليا على أن هذه المنظومة السياسية في مأزق، ولكن أيضا حتما في الجهة المقابلة الثورة فيها هي في اتجاه بلورة البديل بما يعني المشروع التغييري السياسي. نحن أمام مرحلة كباش ومرحلة حتما ضياع فرصة إنقاذية كبيرة كان يمكن لو كان هناك حد أدنى من الحكمة وحد أدنى من النقاء لدى المنظومة السياسية الحاكمة، وهذا غير متوفر، أن تقبل بحكومة اختصاصيين مستقلين بصلاحيات استثنائية تشريعية لفترة زمنية محددة تقوم بعملية إنقاذ مالي اقتصادي اجتماعي، تطلق آلية الإصلاحات وتبدأ بالإعداد لانتخابات نيابية وحتما مع تشكيل مجلس شيوخ على أن نخرج من القيد الطائفي في الانتخابات. لكن أستاذ زياد، لماذا؟ يعني أنت تتحدث لربما عن الحل المثالي، لكن دعنا يعني نذهب إلى أرض الواقع. لو فرضنا أن يكون المشهد بيد الحريري، كيف سيتم بلورة نفسه؟ ماذا عليه أن يفعل لتجنب أخطاء الحكومات السابقة؟ أنا كنت أتمنى أن أذهب معك إلى النهاية في هذا الافتراض، لكن المشهد في لبنان هو في يد حزب الله وإيران من خلف حزب الله. لا يمكن أن نفترض أبدا أن الرئيس سعد الحريري يمكن أن يمسك بزمام المبادرة، والدليل على ذلك أن تأجيل رئيس الجمهورية للاستشارات النيابية اليوم على رغم ما بدأ على أن هناك اعتراض من ثنائي حركة أمل حزب الله عليه، هذا الاعتراض هو اعتراض وهمي. إيران لا تريد حكومة في لبنان الآن، والإشكالية الكبرى أن لبنان هو رهينة لخيارات إقليمية لا علاقة له بها. هنا بيت القصيد، التكلم عن حل سياسي من ضمن المنظومة السياسية يقوده الرئيس سعد الحريري هو كلام افتراضي غير قابل للحياة. فهذه المنظومة متصدعة، وهذه المنظومة مرهونة بالكامل لمن يتحكم بها، وتحديدا من يملك فائض القوة في لبنان، وهذا بات واضحا. نحن في دولة معلق الدستور فيها، علينا أن نعترف بذلك. بهذا المعنى لا يمكن بأي شكل من الأشكال التعويل على إمكانية إنقاذية من داخل المنظومة السياسية، وتحديدا إذا أراد الرئيس سعد الحريري تولي رئاسة الحكومة. لست موافقا أبدا على أن كل السبل هي موجب فيها أن تقود إلى رئاسة جديدة لسعد الحريري في الحكومة اللبنانية. نعم. أيضا أستاذ زياد، يعني هل تعتقد أنه الحريري الآن هو مرشح الضرورة لإنقاذ لبنان من أزمات في ظروف الموائمة السياسية، ولربما يعني جاءت إجابتك أنه لا، لكن يعني هل تكون الذكرى الأولى لحراك 17 أكتوبر على وقع شعارات جديدة للوصول إلى الدولة المنشودة؟ بطبيعة الحال تدخل الثورة، ثورة 17 أكتوبر، في هذه اللحظة مرحلة التشكلات السياسية. انتقلنا من المطالب الاقتصادية الاجتماعية إلى الكلام عن استعادة السيادة، ثالثا إلى تحرير الشرعية من تعليق الدستور، والآن نحن دخلنا في مرحلة إعادة إنتاج قواعد اشتباك جديدة بين مكونات الثورة والمنظومة السياسية. وأعتقد أن التحدي الأساس هو لدى الثورة لتفرض نفسها على أنها بديل وتطلق آلية اشتباك جديدة مع المنظومة السياسية بعد أن عرتها من أخلاقيتها، بعد أن عرتها من شرعيتها، بين حين كشفت كل مكامن التصدع فيها، تناقضاتها وتحالفاتها، وعليها أن تجعل المطلب السيادي هو الأساس. المشكلة في لبنان سيدتي ليست مشكلة سياسية، هي مشكلة سيادية بامتياز. هناك تحالف بين المافيا والميليشيا وهذا شديد الخطورة، وعلينا أن ننهي معادلة هذا التحالف بين المافيا والميليشيا لننتقل عمليا إلى دولة مدنية جدية فيها حوكمة سليمة. نشكر وجودك معنا الخبير في السياسات العامة زياد الصائغ، شكرا جزيلا لك.
مشاهدينا، حلقتنا لهذا اليوم ليست سياسية فقط. بعد الفاصل سنذهب لجولتنا الرياضية وفيها صدام ناري مغربي ومصري في نصف نهائي أبطال إفريقيا. ابقوا معنا. مشاهدينا مستمرون معكم في ساعتنا الأولى، وكما عودناكم في تقاريرنا الشاملة، تقريرنا لهذه المحطة: في فرنسا اليوم جدل مشتعل بسبب إعلان وزير الداخلية عن ضرورة إدخال اللغة العربية إلى مناهج المدارس الرسمية والفرنسية، وتبرير الوزير الحد من التطرف الديني. المعنيون أكدوا على أن اللغة العربية هي لغة الانفتاح وليست موجهة لانشغال الفرنسيين على بعضهم، بينما رأى اليمين المتطرف أن مقترح الوزير الفرنسي يأتي ببساطة لغايات انتخابية فحسب. نتابع. ما إن أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانا عن ضرورة تدريس اللغة العربية في المدارس الرسمية للحد من استغلالها في إثارة التعصب الديني، حتى أثار الأمر ردود فعل متباينة، ولا سيما لجهة التعميم والربط بين اللغة العربية والتعصب أو التطرف الديني، ولأن هناك معاهد ومدارس معروفة تدرس اللغة كمعهد العالم العربي. هناك عرب غير مسلمين، هناك عرب يهود عندنا مثلا في تونس، هناك عرب مسيحيين عندنا مثلا في مصر، في سوريا، بالشام، بلبنان. يعني المسألة ليست متعلقة بالدين بالأساس، ولكن متعلقة باللغة العربية، في تعليم اللغة العربية، في إيجاد المناهج المناسبة للناطقين بالغير الناطقين باللغة العربية، وتسهيل التعليم تعليم اللغة لغير الناطقين باللغة العربية. البعض قال إن اللغة العربية هي لغة انفتاح، وأنه إذا كان البعض يحاول استغلال تدريسها للحض على التطرف فما على الدولة الفرنسية إلا أن تطالب القيمين على هذه المدارس ولا سيما الدينية منها بالشفافية وملاحقة أصول أموالها ومصادر المساعدات التي تتلقاها. وكانت السنوات الماضية قد شهدت إقبالا من الفرنسيين على تعلم لغة الضاد، إما بدافع مهني أو ثقافي، وكان يضطر من يريد تلقي أصولها وقواعدها للسفر إلى البلاد العربية، فضلا عن أن الجالية العربية والمسلمة هي أكبر الجاليات المهاجرة في فرنسا. طرح تعليم اللغة العربية في المدارس الرسمية الفرنسية أثار ردود فعل شاجبة من اليمين المتطرف، الذي اعتبر أن ذلك يندرج في إطار غايات انتخابية للحصول على تأييد الفرنسيين من أصول عربية ومسلمة في أي استحقاق انتخابي. توني شمي، الحرة، باريس. مشاهدينا، وصلنا إلى جولتنا الرياضية لليوم. دعونا نذهب إلى الدوري الإنجليزي. أولا، يعود فريقا إيفرتون وليفربول لخوض المباريات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يلتقيان السبت في ديربي الميرسي سايد بالجولة الخامسة من المسابقة. ليفربول وإيفرتون هما من أعرق فرق إنجلترا، وهم أكثر فريقين من نفس المدينة بيتوجوا ببطولة الدوري، ب27 بطولة دوري، أي أكثر من مدينة إنجليزية أخرى. إيفرتون متصدر الدوري الإنجليزي، سيستعين في قيادة التوفيز إلى الفوز بنجمه النجم الكولومبي خميس المتألق بشدة تحت إمرة كارلو أنشيلوتي، الذي يسعى لاستغلال الضربة المعنوية السلبية التي تلقاها رجال يورغن كلوب بالخسارة أمام أستون فيلا بسباعية، وأيضا تألق خامس الذي سجل 3 أهداف وصنع مثلها في 5 مباريات بالبريمير ليج. ويحظى تاريخ ديربي الميرسيسايد بالكثير من الأسرار والمعلومات والحقائق التي يمكن سرد أبرزها فيما يلي. فريق إيفرتون صاحب التاريخ الطويل في الكرة الإنجليزية فشل على مدار العقد الأخير في تحقيق أي انتصار على الريدز بكل البطولات، حيث حقق ليفربول 11 انتصارا بينما حسم التعادل 11 مواجهة. يعتبر إيان راش أسطورة الريدز أكبر هدفي ديربي ليفربول وإيفرتون عبر التاريخ برصيد 20 هدفا، وبالنسبة لإيفرتون فهناك ديكسي دين برصيد 19 هدفا.
يعتبر نيفيل سوثال حارس مرمى إيفرتون اللاعب الأكثر ظهورا في ديربي الميرسيسايد برصيد 41 مباراة وبفارق 5 مباريات خلفه، يتصدر إيان راش قائمة الأكثر ظهورا بين لاعبي الريدز. يشترك راي كليمنز حارس الريدز الأسطوري خلال الجيل الذهبي الأول، وهو من نهاية الستينيات إلى أوائل الثمانينيات، مع سوثال أسطورة إيفرتون في قائمة الحراس الأكثر خروجا بشباك نظيفة في الديربي برصيد 15 مباراة. بالنسبة لإجمالي الانتصارات في كل البطولات بشكل عام، فإن ليفربول يتفوق بتلك القائمة برصيد 93 انتصارا بفارق 19 انتصارا فقط عن إيفرتون. من الأرقام النادرة في الديربي هو نجاح لاعب في التسجيل لكلا الفريقين في مباريات الديربي، وهو ما قام به ديفيد جونسون وبيتر بيرتسلي فقط على مدار تاريخ مواجهات الفريقين. نتحدث أكثر عن هذه الجولات الرياضية والدوري الإنجليزي مع المحلل الرياضي محمد حرب. مرحبا بك معنا كابتن محمد. يعني خلينا نتحدث أكثر، يعني ما هي قصة هذه يعني الجولات الرياضية للميرسيسايد؟ يعني هي العداوة الأقدم يمكن في التاريخ، من أحد أقدم الديربيات، هو ديربي الميرسيسايد من القرن 19، من سنة تقريبا 1892 لما انفصل الفريقين بسبب خلاف على إيجار الملعب، وانتقل إيفرتون لملعب جديد يبعد يعني قليلا عن ملعب الأنفيلد، وانشئ فريق جديد، وابتدا يعني سكان المدينه نفسها يختلفون انه على او محتارين بالاحرى عن اي فريق يشجعون في تلك الفتره، ولكن ليفربول مع ناشئين في تلك الفتره جذب اكثر عدد من المشجعين، وانطلق يعني بقوله الشهير انه لن تشاهدوا كره اجمل من التي يلعبها الفريق الجديد في ملعب انفيلد، لانه انفيلد هو الاساس مش ملعب الجودسون بارك اللي هو حق إيفرتون يعني نفسه. والصراع امتد مع أفضلية لليفربول حتى بالألقاب بالدوري أو على صعيد أوروبا، وما ذكرته في التقرير يعني في آخر عقد تقريبا إيفرتون ما كان عنده تفوق على ليفربول، وخاصة آخر سنتين كان في مباريات يعني خلصت بنتائج مثيرة وحسمت في الدقائق أو البدل الضائع مش بالدقائق الأخيرة، وكانت من أحد أسباب فوز ليفربول السنة الماضية في الدوري هي نتائجه أمام. طب كابتن محمد خليني أبقى معك في ليفربول، يعني إيش موقف ليفربول هذا الموسم؟ يعني هل المؤشرات تدل على نيته القوية بالاحتفاظ بلقب البريمير ليج؟ في الواقع ما في فريق حاليا بقوة إيفرتون، مش بقوة ليفربول. ليفربول ليس جاهزا حتى لهذه اللحظة، ولو بدنا نقول إنه إيفرتون هو المرشح للدوري من هذا الدور نكون مخطئين. هو ممكن يخلص الموسم في التوب فور أو في الأربعة الأوائل. ليفربول أمامه طريق طويل حتى يسترجع الصدارة وينافس على الدوري، وهو المرشح الأقوى، وليس فقط بناء على جاهزيته ولكن على ضعف الفرق الباقية مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، والرهان على عدم استمرارية إيفرتون بالمستويات العالية التي يقدمها حاليا. طيب كابتن، يعني الريدز شهد إصابات عديدة في كورونا، يعني تتوقع أنه سنراهم في أرضية الملاعب قريبا؟ سنراهم في أرضية الملعب قريبا، وخاصة اللاعب الجليل تياغو ألكانتارا الذي أعلن شفائه، وهو سيكون إضافة لإعادة انطلاق الفريق في المرحلة المقبلة. يعني هذا على صعيد الريدز، لكن أيضا أنشيلوتي مدرب إيفرتون يمتلك الآن يعني تشكيلة قوية يتواجد فيها وافد جديد، يعني خميس رودريجر، لكن هل الفرصة باتت أكبر لتفوق ليفربول؟ حاليا في المباراة والمواجهة القادمة ممكن ترجيح كفة إيفرتون على ليفربول، لكن على مدى موسم كامل إيفرتون لن يستطيع المنافسة على اللقب حتى الأمتار الأخيرة. القوة حاليا في أنشيلوتي والضغط الذي عليه أنه ينشئ فريقا
هو اختار عناصره، يعني هو العناصر اللي اختارها هو يلعب معها او في فرق اخرى مثل خامس رودريغيز. نعم. فهذا بيحط عليه ضغط، ولكن في هذه المباراة ترجيح الكفة لإيفرتون. يعني هذا على صعيد الدوري الإنجليزي. كابتن محمد، يعني ابقى معنا، سنتابع أيضا الشق الآخر من ملفنا الرياضي لهذا اليوم، وهو العد التنازلي الذي ابتدأ لمباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، فلم يتبقى سوى يومين فقط على انطلاق المواجهات النارية لكبار القارة الأربعة في المربع الذهبي للنسخة الاستثنائية بسبب الظروف التي أوجدتها جائحة كورونا. يستعد الوداد البيضاوي المغربي للقاء الأهلي المصري، مواجهة مصرية مساء السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي البطولة. تليها أيضا موقع نارية أخرى تجمع رجاء المغربي في مواجهة الزمالك المصري بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. من ناحية أخرى أيضا تحقيق البطولات، نجد أن الأهلي هو الأكثر تتويجا ضمن المربع الذهبي بثماني بطولات، يليه الزمالك بخمس ألقاب، ومن بعدهم الرجاء بثلاثة ألقاب، وأخيرا الوداد بلقبين. يعني كابتن محمد، كما تابعنا، يعني نتحدث هنا عن مباريات حاسمة، لكن هل حسب رأيك الوضع مناسب في المغرب لإجراء مباريات نصف نهائي أبطال إفريقيا في ظل يعني الوضع الوبائي هناك؟ الأساس التأجيل من شهر سبتمبر حتى الآن هو الوضع في المغرب، لكن حاليا المغرب مثلها مثل جميع البلدان في العالم، انتشار الوباء أصبح عاديا لمرحلة لحد ما، عفوا، كل الإجراءات الأمنية والصحية متخذة لهذه البطولة ويجب أن تكمل تحت أي ظرف كان، فما فينا نتحكم حاليا بالوضع في المغرب. الترتيبات الصحية للاعبين والتواجد الإعلامي وغيره وغيره في المغرب على أعلى استعدادات حتى تتم استضافة هذه البطولة والانتهاء من الموسم الأطول يمكن في البطولة الإفريقية. كابتن محمد، يعني يعاني هجوم الأهلي من ضعف واضح وتراجع كبير يعني منذ استئناف النشاط الرياضي، كيف رح يتم معالجة هاي يعني المعضلة أمام فريق قوي كالوداد؟ الأهلي تعاقد مع موسيماني اللي هو مدرب جديد له خبرة كبيرة في أفريقيا وبيعرف من أين تؤكل الكتف إذا قدرنا نقول، وأمال الأهلي تتعلق بالمدرب الجديد بتخطي المشاكل، كما أن مروان محسن استعاد جزء من مستواه في آخر مباراتين في الدوري، فالأمال أعلى حاليا مع المدرب الجديد ومع الإشارات الجديدة باستعادة مروان محسن في الهجوم تحديدا لجزء من مستواه. يعني هذا على صعيد نقطة ضعف النادي الأهلي، لكن يعني خليني أرجع معك للوداد، يعني الذي يعرف بهجومه القوي، كيف رح يتم استغلال هذا الهجوم في ظل غيابات واضحة في الفريق؟ صحيح، الوداد عنده ميزتين عفوا اللي هم الكرات الطويلة والكرات العرضية، ودفاع الأهلي عنده سوء جدا بالتعامل مع هذا النوع من الكرات، وممكن تكون هي السلاح الفتاك للوداد للقضاء على أمال الأهلي في التأهل للنهائي. وحارس محمد شناوي اللي هو الأحسن حاليا في مصر كمان في شك في مشاركته بالنادي الأهلي، فممكن يكون هدول النقاط هي الأساس لتأهل الوداد على حساب الأهلي. طب يعني في ظل جميع هاي المعلومات، مين بتتوقع أنه يعني الأرجح أنه يحصل على لقب القارة الإفريقي؟ مشان ما يزعل حدا، الكل مرشح، لكن الأقرب للفوز حتى في باللقب هو الزمالك، أو ممكن يكون الزمالك والوداد هو النهائي. جميل، يعني رح نشوف إذا كانت هاي التوقعات صحيحة أو لا. يعني الإجراءات أيضا الجديدة اللي أعلنها كاف بشأن مباريات دوري أبطال إفريقي، خلينا نتحدث أكثر عنها.
الإجراءات هي أكثر بالحضور الطاقم غير الرياضي على أرض الملعب أو في المنشآت الرياضية الخاصة بالبطولة، وخاصة الحضور المحدود والمقيد لوسائل الإعلام وتماشيا مع البروتوكولات التباعد الاجتماعي وغيره. كل نادي يحق له بتمثيل شخصين، اللي هو المسؤول الإعلامي والمصور مثلا، ورفض النظر بأي طلبات أخرى أو وسائل إعلامية وغيرها. نعم. لهذه البطولة. كابتن محمد يعني انتهى الوقت للأسف، نشكر وجودك معنا المحلل الرياضي محمد حرب، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، وأكيد نشوفكم في الأسبوع المقبل، ولا تنسوا تشاركونا بآرائكم على مواقع البرنامج. والآن وقفة مع أهم ما جاء في حلقة اليوم في أمان الله. في واقع الأمر منتدى الحوار الليبي سيعقد في تونس يعني بداية الشهر القادم وليس في جنيف، يعني الاجتماع الرئيسي والأساسي سيعقد هنا في تونس في بداية شهر نوفمبر. هذه المنظومة السياسية الحاكمة ما زالت قائمة في السلطة انطلاقا من شرعية تدعي أنها دستورية. هي العداوة الأقدم يمكن في التاريخ، من أحد أقدم الدربيات، هو ديربي الميرسي سايد من القرن التاسع عشر، من سنة تقريبا 1892 لما انفصل الفريقين بسبب خلاف على إيجار الملعب. الأمم المتحدة بتولي أهمية كبيرة قوي بالمرأة الريفية وخصصت لها يوم، ويمكن ده سبب.